اهلا لكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله هنتعامل مع بعض طريقه عمل الحنان محشي بالفريك. سهل جدا، معايا حنان طبعا مغسول كويس جدا ومنقوع بالخل والملح والليمون، ومعايا فريك منقوع حوالي ساعه، ومعايا كبد وكراوي وقوانص بتاعه الحمام، ومعايا بصله مبشوره، ومعايا هنا فلفل اسمر وكمون وقرفه وزنجبيل، ومعايا ملح. دلوقتي هنعمل مع بعض الحشو بتاع الحمام بالفريك والبصل بالشكل ده. هتبقى حل حبايبي، هيبقى معناها المستنى بالشكل ده. هنزل بكده بالقوانص كده، تاخد كده تسويحة لون كده ولا حاجة، شكل كده. بس لونها اتغير معايا، هنزل البصل على طول. بصي حبايبي، هنا بدأ يتغير معايا بالشكل ده كده. حط بقى البصل، انا حطيت الاول اللي هنا كده بالقوام قبل البصل علشان احطها ايه في الكفارة تروح. اعمل بقى كده كويس لحد ما البصلة معايا تاخد لون ذهبي كده، بعد كده هنزل عليها بالكريم. بقيت كده معايا حبايبي اللون بتاع البصل، هنزل بقى عليها بالكريم، وبعدين هحط البهارات بتاعتي. انا طبعا مش هحط الحمام الفريك ده كله، هقسمه نصين، نص هعمله شوربه شوربه الفريك، والنص التاني هحشي بيه الحمام. شوربه الفريك جميله جدا، عندي ولاد بيحبوها. هقلب بقى كده، وبعدين هنزل عليها بميه دافيه مش كتير، يعني زي الرز بالظبط. هسقيه بقى كده بالميه السخنه كتير، يعني هي دي بتكمل السواق مع الحمام كده كده. اوكي عليه واسيبه يستوي بقى على نار هاديه، نحشي بيه الحمام. دلوقتي بقى حبايبي هنحشي مع بعض الحمام بالشكل ده. هاخد شويه كده بالشكل ده كده. في ناس بتحشي الحمام من تحت الجلد، من هنا كده تفتحه وتروح حشاه من تحت، بس احنا مش بنحبه كده، احنا بنحبه محشي من هنا بس، ما عند رقبة من هنا وخلاص. مش بنحب ايه الفريك الكتير قوي في الحمام بالشكل ده كده. طبعا مش همدها قوي عشان لسه هيستوي برضو في الشوربه بتاعته وهيزيد معايا، عشان في كتير بيقول ايه بعد ما اعمل الحمام بلاقيه فرقع مني. ليه؟ عشان يبقى الحشو كتير وبيزيد كمان في الشوربه بتاعته، بتلاقيه معاك راح طق مره واحده وفرقع. خليه ايه مليان حاجه كده بسيطه كده. عايزين بقى تقفلوه تحت بالخله بتاعت الشيش طاووق دي، تمام، عشان برضو يبقى امان ليكوا، تتاكدوا ان هو كويس مش هيطلع منه اي حاجه بره كده. طبعا الكبد والقوانص ما استوتش قوي معايا، ولا الفريك برضو، لسه ده كله هيكمل سواه مع الحمام وهو بيستوي. هنجيب بقى حله كبيره ونحط فيها ميه ورق لورا وحبهان، ونحط فيها روزماري وبصلايه وطبقمايه وجزرايه في حله كبيره، ونحط فيها الحمام. الحمام يخش عامه سوا جامد خالص، نص ساعه بكتير قوي تستوى معاكي. هكمل دبه الحمام بالشكل ده كده، واحطه على النار زي ما اتركه في الحله اللي فيها ميه سخنه ويستوي معانا، ونرجع تاني مع بعض. وكده حبايبي وصلنا النهارده عن حلقتنا، عملنا مع بعض الحمام المحشي بالفريك، ما شاء الله طلع حلو جدا. عملنا جنبه محشي ورق عنب، نفس المقادير المحشي الكوسه والباذنجان والفلفل كنت عملت لكم قبل كده، نزل لكم برده الرابط بتاعه في صندوق الوصف. الوصفه سهله جدا، وعملنا شوربه الفريك. شوربه الفريك يا رب يعجبكم، وريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.